الراديو 90-90 هواها مصري. انت ظهرت في مشهد في رمضان اللي فات في مسلسل الوصية صح؟ انت طلعت اتريقت على السقا وبعدين بقى مش اتريقت وبعدين بقى معاك مع السقا شايفك ايه؟ اصل هو انا هقول لك حاجه, انا بحبه جدا جدا وده باين وهو بيحبني جدا انا عارف. وهو حتى الناس ايه لما تيجي تقول له انت ازاي بتسيب فهم كده يقول لهم ده اللي انا مسامحه مقدما كده يعمل اللي هو عايزه. حلو, بس انا مش بتريق. هو انا انت بتهزر معايا؟ السقا اصبح بعيدا عن اي ممثل في مصر ايكون يعني بقى. انت فاكر نفسك السقا؟ هو بالظبط جمله بتتقال احمد السقا. ففي الاخر اي حاجه بيعملها بالنسبه لي هي ماتيريال لان انا اطلع واهزر واتكلم طبعا. وهو بيحب ده اصلا وبيضحك جدا وهو بيضحك جدا وبعد كده بيبدي ان هو مبسوط من ده. انا عايز اسالك على سؤال قبل ما اطلع فاصل. ايه حكايه العربيه اللي انت احد يحكي كده مره هو على العربيه وقال انت تعضيت بسبب العربيه وبعت العربيه قصه حكيته في برنامج بتاع صاحبة السعادة. هو لا كانت العربية لسه شاريها جديد وهو كان بيعلمني ازاي اسوقها فكان هيموتنا طبعا دي اول حاجة. والكلب بتاعه هو مشرسه فطبيعي يعني ما هو انا لو زقيت مش عايز اتكلم مع الكلاب الكريم على الهواء هتلاقي لي اسد يا جماعة النهاردة ما تقول لي ده صغير ماشي.